اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن بقية المجموعات، وهنتكلم النهاردة عن المجموعة الخامسة اللي في ناس بيقولوا عليها مجموعة الموت. وهنعرف ليه مجموعة الموت لو قلنا أسماء المنتخبات اللي فيها: منتخب إيطاليا، بلجيكا، منتخب أيرلندا، السويد. المنتخب الإيطالي الأتزوري في كل البطولة بيبقى هو مرشح من المرشحين الأقوياء جدا. مشكلة المنتخب الإيطالي هي الإصابات اللي حصلت في آخر شهر قبل البطولة. تخيل لاعب بحجم وقيمة كلاودي ماركيزي من يوفنتوس الإيطالي ولاعب بحجم وقيمة ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، الاثنين اتصابوا ومش هيروحوا البطولة دي. كونتي علشان يعمل خطورة على أي دفاع من الدفاعات اللي هيلعبها سواء في المجموعة أو في الأدوار اللي بعد كده، لازم يشوف اللي عمله سباليتي مع شعراوي عشان يبينه في روما. شعراوي بيلعب مع سباليتي في روما كشادو سترايكر، كجناح بيضم لجوه ولعيب بيتحرك بالعرض في المسافه اللي ما بين باك وبين المدافع اللي جنبه. لازم كونتي يفتح المساحه دي لشعراوي ويجري، ولازم يكون اللي فاهم كويس قوي مين اللي يفتح له المساحه دي هو جرازيانو بيلي. جرازيانو بيلي بس حبه جوه صندوق عالمي من طراز كبير قوي، مهاجم عنده شخصيه رغم ان هو ما راحش منتخب من زمان. لو كنت قدر يوظف جرازيانو بيلي كتارجت مان يقدر يتحرك فيفتح مساحه لشعراوي السكند سترايكر اللي جنبيه بتمريرات ذكيه من تمريرات انسيني، يقدر المنتخب الايطالي يخلق الخطوره في قلب دفاعات الخصم. ايطاليا اقوى حاجه فيها الراجل ده جان لويجي بوفون، 38 سنه وبوفون لسه هو الحارس الافضل على مستوى العالم. بوفون قادر انه يخليك مطمن 90 دقيقه، طوله مناسب جدا، انفرادات غول، كار عرضية بوفون بياكلها. بوفون نقطة قوة إيطاليا الأولى في البطولة دي، والشخصية الإيطالية تغلب يا صديقي. المنتخب البلجيكي، منتخب بلجيكا هو المرشح الأقوى من المجموعة دي وأحد أهم المرشحين للبطولة لو صدقوا لعبته. منتخب تقريبا ما فيهوش عيوب غير إن المدير الفني ما بيحبش المخاطرة، وغير إن عنده مشكلة شوية في الباك رايت والباك ليفت، بيضطر يحط فيهم مدافعين من قلب الدفاع ويغطي بيهم ويعمل خط دفاع صلد ويسيب الوسط والهجوم ياخدوا راحتهم. لو بصيت على السكواد أو الخيمة بتاعت المنتخب البلجيكي، منتخب بلجيكا يقدر يدوس على وش أي حد، منتخب ما فيهوش غلطة. حارس المرمى تيو كورتوا، ألدرفيلد واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي السنة دي كمان اللي بيلعب في توتنهام، هو أحد أعضاء خط الدفاع في بلجيكا. ده الخط اللي إحنا مش هنتكلم عليه كتير، لأن في خط هو أحد أهم وأقوى الخطوط على مستوى العالم على الإطلاق. خط وسط بلجيكا ممكن تعد لعيبة زي ما أنت عايز، فلايني، فيتسل، مارتنز، ميراليز، إيدن هازارد، نانجولان، ممكن نكون نسينا لعيبة كمان، موسى ديمبلي. منتخب بلجيكا لو بصينا على طريقة لعبه بيلعب 4-5-1 زي ما قلنا، بس فكره 4-3-3 هي هتبقى ناجحه لان ايدن هازارد بياخد مهام هجوميه مع تشيلسي، وكيفن دي بروين بياخد مهام هجوميه مع مان سيتي، وتحت راس حربه قوي لو هنفترض ان هو روميلو لوكاكو، هيبقى منتخب بلجيكا قادر على صنع الفرق بثلاث لعيبه ما ينفعش يتمسكوا، وهيكونوا محميين بثلاث لعيبه قدراتهم البدنيه عاليه جدا، وكفايه ان اقول ان اثنين منهم هما موسى ديمبلي ونانجولان نجم روما. منتخب بلجيكا لازم يدي الاريحيه في الهجوم لايدن هازارد ولكيفن دي بروين عشان يعملوا التكمله الهجوميه، الاثنين لعيبه اصحاب شخصيه، وحبسهم في وسط الملعب هيحبس المنتخب البلجيكي عن ان هو يقدر يهاجم المنتخبات الثانيه. المنتخب الثالث في المجموعه الخامسه هو منتخب السويدي. منتخب السويدي بقياده السلطان زلاتان ابراهيموفيتش. إريك هامن المدير الفني للمنتخب قال إن زلاتان هو كلمة السر في المنتخب كله، هو اللعيب العالمي الوحيد في الفرقة. زلاتان إبراهيموفيتش عايز يقدم بطولة وداعية يودع بيها جماهير كرة القدم، ومفيش أنسب من إن هو يرجع فرنسا الأرض اللي هو تألق فيها في آخر كام سنة في حياته عشان يلعب فيها. زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم بفرقة، زلاتان حالة متفردة في كرة القدم، طوله، مهارته، شخصيته، الكاريزما، كل حاجة بتقود المنتخب إن هو يخلص البطولة دي في مركز كويس قوي، اكبر حتى من امكانيات بقيه اعضاء الفريق. إريك هامر المدير الفني للفريق قرر انه يستدعي واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب السويدي تحت 21 سنه واللي فاجئوا اوروبا بفوزهم بكاس الامم الاوروبيه للشباب الصيف اللي فات، اوسكار هيلمرك، الراجل اللي بيقدم اداء رائع جدا مع باليرمو الايطالي في الكالتشيو، الراجل اللي عنده شخصيه قويه جدا في وسط الملعب. المنتخب الرابع في المجموعه الخامسه اللي الناس كانت بتقول عليها مجموعه الموت ممكن يكون هو اضعف حلقتها، منتخب ايرلندا الجنوبيه. منتخب ايرلندا الجنوبيه فريق مش بالقوه الكافيه انه ينافس الثلاث منتخبات اللي اتكلمنا عليهم، كمان فريق خط دفاعه فيه مشاكل كتير نظرا لكبر سنهم. ولو اتكلمنا على نجوم الفريق فمش هنلاقي غير نجمين، النجم المخضرم روبي كين. روبي كين لسه رايح البطوله وكمان هيلعب اساسي، بس هيلعب جنبيه اللعيب الاهم في تشكيله ايرلندا شين لونج. شين لونج قدم مستويات هايله مع ساوثهامبتون، وهو بيقدم اصلا مستويات قويه في الدوري الانجليزي من ايام ما كان بيلعب في ويست بروميتش البيون. شين لونج مهاجم خطير جدا، وهو ممكن يكون صاحب الامل الوحيد لايرلندا ان هي تعمل حاجه في البطوله دي. اتكلمنا معاكم عن منتخبات المجموعه الخامسه، وفريق عمل الفرج بيرشح لكم المراكز اللي كل منتخب هيقدر يخلص المجموعه فيها. المنتخب البلجيكي شايفين ان هو هيقدر يتصدر، لا كمان يقدر ينافس على البطوله بقوه جدا. المنتخب الايطالي هيكون صاحب المركز الثاني، انما فكره انه ينافس على البطوله دي فيها كلام كتير. اما المركز الثالث هيكون من نصيب المنتخب السويدي زي ما نتوقع، فهو دعم مناسب للسلطان زلاتان ابراهيموفيتش. المركز الرابع هيكون لمنتخب الايرلندي اللي طموحه ضيق شويه والمنتخب بتاعه فيه عيوب كتير. هنشوف ماتشات المجموعه واحكم على كلامنا صح ولا غلط زي ما اتفقنا، واستنونا في المجموعه السادسه.